أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام المصطفى بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين. نجتمع في هذه الأمسية بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد الشيخ الشهيد وأسوة الشهداء في مواجهة الطواغيت، فضيلة الشيخ باقر نمر آل النمر رحمة الله عليه. لا شك أنه شهيد في سبيل الله في مواجهة الطاغوت، وفي كلمة الحق في مواجهة السلطان الجائر، ولا شك أنه حي يرزق عند الله وينظر إلينا. الله تبارك وتعالى يقول لنا: لا تتوهموا أن الشهيد ميت، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. أي حياة؟ حياة حقيقية، ليس حياة اعتبارية وحياة مادية ودنيوية. الحياة التي نتمناها بقوله تعالى: يا ليتني قدمت لحياتي. حياة عند رب، يرزق عند رب. ثم أن الشهيد فرح، وبعد استشهاده كله أمل وروح للاستمرار في مسيره، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون. ويبث الشهيد يبث ثقافة الأمل والعمل ومواصلة المسير حتى الناصر بإذن الله. ويستبشرون، بل فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. شنو هذا الاستبشار؟ عندنا ثقافة الاستبشار وثقافة اليأس والقنوط والإحباط وتنزيل المعنويات. الشهيد يبث ثقافة الاستبشار بالانتصار وباللحوق بركب الشهداء ومسيرة الشهداء. يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. شنو هذا الاستبشار؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الذي احنا نحتاجه في مواكبة المسيرة، بأن المجاهد الذي يبقى بعد الشهيد أولا ينبغي أن يستمر برسالة الشهيد طبقا لقوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عندنا ثقافة الخوف وثقافة الإحباط وثقافة اليأس وثقافة الشجاعة والمواجهة والتحدي
والإيمان بالناصر. الشهيد يتحدث معنا ويقول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل. مقام الشهيد أيها الأخوة الكرام، ربما نستطيع أن نقارنه بثقافتنا، ثقافة أتباع أهل البيت عليهم السلام، بالمقام الذي يتلو مقام الأنبياء والأوصياء، مقام محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الشهيد يزار، يشد إليه بأحال، الشهيد يشفع، الشهيد يمكن واحد يتوسل به، والشهيد يساعد الحركة والحركيين، الشهيد متواجد معنا ليس غائب عنا، بل ربما نحن نغيب عن ثقافة الشهيد وروح الشهيد وروح الجهاد والاستشهاد والتضحية والفداء بالابتعاد عن هذا الخط. نستجيب بالله، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هو مرتاح وخطه متواصل، نحن بقدر ما نحيي الخط بذلك القدر مع الشهيد، وبقدر ابتعادنا عن الخط بالواقع نبتعد عن الشهيد وما يحمله من أهداف. وأحد البشارات التي يعطينا هذه البشارة الشهيد باقر النمر، آل النمر رحمة الله عليه، أن آل سعود بإذن الله تبارك وتعالى ساقطون وزائلون. وهذه البشارة من أين؟ من تطالع بعد استشهاده إلى يومنا، بخلاف أن البعض يتصور أن آل سعود صاروا أقوى، كيان آل سعود تزعزع ومتزلزل الآن وفي مسيره إلى الزوال، ومن فشل إلى فشل، وانتصار المقاومة اليمنية على آل سعود وإجبارهم بالمفاوضات والخروج من هذا الوحل هو دليل على الانتصار الكبير، رغم أنه أكثر من 4 سنوات الأسطول الأمريكي، الجيوش المتحالفة مع آل سعود، وأن آل سعود تحولت إلى بقر حلوب للترامب، وبكل قدراتهم وإمكانياتهم يحاولون أن يواجهوا مقاومة باسلة شجاعة ثابتة مؤمنة بالله ومؤمنة بالنصر الإلهي، مع أنهم حفاة فقراء، لكن روح كبير عندهم بالتحدي. ما استطاعوا في إحدى ساحات المقاومة في مواجهة اليمنيين، ابن سلمان يعطي وعد وكلام للترامب، بعد 6 شهور نستطيع المعركة ونقضى عليها بشرط أن تساعدونا كذا وكذا، ويوافق على ذلك ترامب. الأسطول الأمريكي، الفرقة المدرعة السعودية الإماراتية، إضافة إلى الطائرات التي تقصف على المجاهدين ليل نهار في الحديدة. كم واحد مجاهد قاوم من هذول اليمنيين الذين يؤمنون بالانتصار؟ 50 مجاهد.
مقاومة استشهادية، 35 واحد من هذول استشهدوا، 15 مجاهد مقاوم سببوا تواجع هذه الفرقة السعودية الإماراتية، ومنوا بفشل ذريع جدا. ومثل هذا المشهد مشاهد أخرى كثيرة موجودة في اليمن. بالنهاية هذا الطاغوت بإذن الله تبارك وتعالى زائل، والطواغيت كلهم زائلون، وآل خليفة أيضا لا يستطيع أن يستمر في هذا التعسف، في هذا الظلم، في هذا الطغيان، وفي هذا الاستبداد لشعب أعزل، لشعب يطالب بالحق، لشعب كلمته بالنهاية أنه المساهمة في الانتخابات بعدل وإنصاف، ولكل مواطن صوت، لشعب توكل على الله تبارك وتعالى، لشعب يستمر في التحدي للطواغيت. آل خليفة طالما مسيرهم مرتبط بمسير آل سعود، هؤلاء الطواغيت كلهم بإذن الله زائلون ساقطون، وما يستطيعون أن ينتصروا، بل الشعب في المقاومة يحصل ما يريده من الانتصارات. واليوم أنا على حد ما سمعت أنه شاركنا في هذا الاحتفال بعض المحررين من السجون، نبارك لهم ونعتز بهم ونتأسى بمسيرتهم الجهادية. شكر الله سعيكم وجهادكم ومقاومتكم ووقفتكم الصامدة في سبيل الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الإمداد الإلهي والتأييدات الإلهية وتوجهات ولي العصر صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف مع هذه المسيرة الحقة الولائية. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً ذكراً كثيراً لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس. من هذه الآية الكريمة نستلهم وظائف في مواجهة أعداء الإسلام. الوظيفة الأولى الثبات والمقاومة، والثبات والمقاومة تتوقف على معرفة العدو ومواجهة العدو. الوظيفة الثانية الاعتماد على الله تبارك وتعالى، بدل الاعتماد نستجير بالله على القوة المادية للطواغيت. القائد المعظم الإمام الخامنئي حفظه الله تبارك وتعالى يقول للطواغيت: اخرجوا من ولاية أمريكا إلى ولاية الله تبارك وتعالى. وأن الإمام الراحل يقول إن القدرات في هذا العالم كلها قدرات وهمية، إن القدرة الحقيقية هي قدرة الله تبارك وتعالى، إن أمريكا لا تستطيع أن تصنع شيئا. في هذه الأربعة عقود من الزمن الجمهورية الإسلامية تكون أقوى وأمريكا والصهيونية أضعف، ونحن انتصرنا في تحديات كبيرة في مواجهتهم، ونعيش واقعا عصر الانتصارات الكبيرة وعصر انتكاسة العدو.
وإذلال العدو وإرقام العدو، رغم حجم التحديات الكبيرة. الوظيفة الثالثة العمل بالتكليف والشعور بالمسؤولية، أطيعوا الله. والوظيفة الرابعة إطاعة الولاية والقيادة الشرعية ورسوله. الوظيفة الخامسة حفظ الوحدة والوئام بين المجموعات العاملة المقاومة، وعدم استماع صوت تفرقة، لأن العدو يراهن على التفرقة بين المقاومين والخط المقاوم العامل. مثلا في بحرين إنعاية الله المجاهد شيخ عيسى قاسم حفظه الله هو محور وحدة كل العاملين في الساحة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه ويسدد خطاه ويرجعه إلى البلد سالما غانما. ونحن سمعنا أنه هو بخلاف ما تروج من شائعات مصر بإصرار أن يرجع إلى البحرين إلى وطنه مهما كلف الثمن. فالوظيفة الأخرى يعني وجود محورية شرعية للحركة الإسلامية، والوظيفة الأخرى عدم التفرقة، وبعد ذلك الصبر. الصبر يعني تحمل المعاناة والمحن والأسى والمشاكل اقتداء بالشهداء، اقتداء بالسجناء، اقتداء بالمقاومين، واقتداء بأسر هؤلاء الذين عانوا. الصبر. والوظيفة الأخرى والنهائية الإخلاص وازدياد الإخلاص، وأن تكون الحركة في سبيل الله. نسأل الله التوفيق. بارك الله فيكم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.